بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. يبقى يكره التسمية بالأسماء القبيحة وبالأسماء التي فيها تزكية، فالله يقول ولا تزكوا أنفسكم، فلا يسمي نفسه فالح ولا بار ولا ناجح. كل هذه الأسماء أسماء فيها تزكية، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، فهي مكروهة وليست حراما. فالتسمي بالأسماء التي فيها تزكية مكروهة وليست حرام، والتسمي بالأسماء القبيحة أشد كراهة. فلا يسمي ابنه حمار ولا كلب ولا وحش ولا مجرم ولا فاجر ولا فاسق ولا عاصي، لكن عليه أن يسمي ابنه وبناته بأسماء صحيحة المعنى جميلة المعنى بغير تزكية. هذا خلاصة الأمر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 225، قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة، وقال يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال. يعني شوف الصحابة قبل الإسلام كانوا يتسموا بأسماء غريبة. سمرة بن جندب، جندب يعني خنفسة، حشر، اسم حشر، لأن أبوه كان في الجاهلية، فهمت؟ أسماء الجاهلية تلاقي أسماء غريبة. عمرو بن العاصي اسم قبيح العاصي، لكن دي أسماء كانت في الجاهلية قبل الإسلام. بعد الإسلام ما حدش يتسمى بمثل هذه الأسماء خلاص، تبقى الأسماء القبيحة دي أسماء قديمة قبل الإسلام، لما جاء الإسلام علمهم كيف يسموا أبنائهم، فهم؟ يبقى جندب بمعنى إيه؟ خنفسة، وهي حشر. وينفع تقول جندب وجندب وجندب، يعني بتسليس الدال، وهي نوع من الحشرات القبيحة التي تعيش على النجاسات كالخراءة وغيرها. تصور واحد يتسمى بهذه، صرصار، سميه صرصار مثلا، حاجة بايخة. فار، ايه ده؟ واحد يتسمى فار، فاهم؟ الحاجات دي ما تنفعش. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. عشان مثلا إيه تسأل في يسار؟ يقول لك لا، لا يوجد يسار، ما يصحش، كأنك نفيت التيسير، فيؤدي إلى معنى قبيح. نافع موجود؟ لا يوجد نافع، يعني لا يوجد نفع، معنى قبيح. يجي نافع يعمل حاجة ما تنفعش، تقول له يا نافع انت مش نافع، فتبقى ايه؟ اسماء قبيحة، لان لا تؤدي الى معنى قبيح. النبي يريد ان يحفظ للغة مدلولها في عقل الانسان، لان من خلال هذه المدلولات اللغوية خاطبنا الله بالقرآن، فنحفظ هذه المدلولات، لان اللفظ وضع بإزاء معنى، ولا بد ان يكون المعنى مطابق للواقع. فلو كان انسان اسمه نافع ثم هو في حياته فاشل، فيتحول
اضطراب بين اللفظ وبين المعنى الواقعي، والنبي يريد أن يحفظ لنا هذا حتى يحفظ علينا طريقة فهمنا للقرآن التي من خلالها خاطبنا الله. احنا دلوقتي مثلا الامريكان لخبطوا ثقافة الناس، يقول لك مثلا على الجنز اللي هو مش مصبوغ كويس يقول لك ديرتي قذر، ويقول لك انا لابس ايه بنطلون ديرتي قذر، والقذارة معنى قبيح في نفس المسلم، علي ان يتجنبه فكيف يلبسه؟ فهمت؟ فدي اسماء نظام امريكاني اللي يلعب في مفهوم ومدلول اللغة. بتاكل ايه؟ هوت دوج، كلب سخن. هل يجوز ان تاكل كلبا سخنا او حتى باردا او تاكل كلبا اصلا؟ ولكن هذا كله من الثقافه الامريكيه للعب في مدلولات الالفاظ حتى يصير القبيح مليح، فيبقى الهوت دوج طعمه جميل متبل وطعمه جميل، فيصير قبيح اللفظ لذيذ الطعم حتى يحصل الخلط. هذه هي الفوضى المرادة، حتى الفوضى في الألفاظ ومدلولات الألفاظ كما هي الفوضى حتى في السياسة وفي الدين وفي كل شيء. فوضى الفتاوى، كل من هب ودب يتكلم على البخاري ويتكلم على القرآن ويتكلم وما يعرفش حاجة، وهو ليس أصلا يعني لم يبلغ درجة حذاء الإمام البخاري، ثم يتعالى على الإمام البخاري ويعدل عليه. هو لم يبلغ يعني، لو وقف كده وشاب مش هيجي قد حذاء البخاري، فضلا عن أن يتطاول أن يصل إلى قدمه. ولكن هذه الفوضى مبناها إيه؟ مبناها أن مدلولات الألفاظ أصبح فيها خلل في عقل المسلم المعاصر بسبب هذه الفوضى. النبي لا يريد هذا الخلل، فهمت بقى؟ واحد يسمى نفسه بار وبعدين تجده جالس في خمارة ولا يصلي، فكيف يكون بارا وهو فاجرا في حياته؟ فيحصل خلل بين البر وبين المعصية، فتطلق على المعصية بر فيحصل الخلل. فالنبي يريد أن يحفظ هذه المعاني، فهمت المعنى؟ فده أمر هام جدا، لأن طالما حفظت على وجدانك ومدلول اللفظ في قلبك تسمع كلام الله تتعظ، تسمعه فيحدث عندك نوع من التغير في حياتك، تلتفت إلى أخطائك. إنما من يكون اللفظ مدلوله على غير المراد في ذهنك ووجدانك، فكلما قرأت القرآن وسمعته لا يحدث لك تغيير في حياتك، لأن فقط صارت مدلولات الألفاظ على غير المراد عندك في عقلك ووجدانك. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الركين ابن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. لأن رباح ممكن يروح السوق ويخسر، يبقى رباحا خسرانا، فكيف يجتمع النقيدين الربح والخسارة؟ فهمت بقى؟ كل ده مطلوب عند المسلمين أن يحفظوا على نفسهم هذه المعاني. لا، ما هو النبي نهى، ما ينفعش، والنهي هنا على أي حل الكراهة. عشان كده بتجد بعض المسلمين أحيانا يسموا أسمائهم يعني نافع عن عبد الله بن عمر، ما كان اسمه نافع بس ده اسمه مكروه، لكنه مش حرام، خد بالك مكروه، لكن شيوعه يؤدي إلى خلل في مفهوم الألفاظ. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن يسار عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون،
فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي، يعني أربع أسماء سمعها من النبي، يعني ما تزودش عليها، يعني ده بلاغه، مش معناه لا تقيس عليها، معناه في البلاغ فقط. أربعة لا تزيدن علي، أنا سمعت كده من النبي بس، وليس معنى ذلك نهي القياس عليها، ولكن لدقة بلاغ لفظ النبوة. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير حاء قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير، فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. ليه النبي لم ينهى مرة أخرى؟ لبيان أن النهي للكراهة وليس للتحريم، لأن ربما يسمي إنسان آخر هذه التسمية ويقصد بها يعني الفأل الحسن ربما، ولكن على أي حال تركها أولى. والنبي جاءته امرأة اسمها برة فقال تبر نفسها، هي زينب، وسيدنا عمر سمى ابنته عاصية، يعني تقصر عاصية للشيطان، ممكن يكون مقصده كده عاصية للهوى، وهذا يكون معنى مليح برضه عاصية، بس أول انطباع من المعصية يأتي معناه البعد عن الله. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هي جميلة فسماها جميلة، غير الأسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء الجميلة التي ليست فيها تزكية. والوهابية لجهلهم اعتبروا أن عبد النبي وعبد الرسول من الأسماء القبيحة بل المحرمة بل الشركية، هكذا هم يبدأون في حكم ثم يصعدونه حتى يجعلوه في باب العقائد، ينتقلون من الفقه إلى العقائد. يبدأ الأول يقولك عبد الرسول وعبد النبي لا يليق، بل هو حرام، بل هو كبير، بل هو شرك، هكذا جهل الوهابي. وهذا من جهلهم، لأن النبي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والمطلب اسم من أسماء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هاشم جد النبي أنجب ثلاثة أولاد أشقاء من أم واحدة، وابن آخر رابع من أم أخرى. ابنه الأشقاء كان هو هاء يعني عبد مناف، عبد مناف أنجب ثلاثة أشقاء وابن آخر من أم أخرى. الأشقاء هو هاشم والمطلب وشمس، كويس. هاشم ده جد النبي، خرج منه جد النبي. المطلب أخوه، خرج منه الإمام الشافعي، عشان كده هو المطلبي. وشمس خرج منهم مين؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. دول الثلاثة الأشقاء. طب والتاني نوفل. المطلب ده اللي هو ابن هاشم، أخو هاشم، هاشم أنجب ولد أخوه هاشم ده أنجب ولد سماه شيبة الحمد من زوجته في المدينة، كان له زوجة في المدينة وزوجة في الشام هاشم، أو زوجة في مكة. هاشم ده اللي مات في غزة، عشان كده سموها غزة هاشم، ربنا يحررها. غزة دي اللي بيضربها اليهود الآن اسمها غزة هاشم، لأنه دفن فيها سيدنا هاشم جد النبي
هاشم هذا أنجب ولدا سمى شيبة الحمد، ويقال أنه أنجب ولدا آخر سمى المطلب على اسم أخيه. واضح؟ فالمطلب اللي هو عمه اللي هو أخو هاشم، أو المطلب اللي هو ابن هاشم من زوجته في مكة، ذهب ليحضر أخاه الذي في المدينة شيبة الحمد ليساعده على إيه؟ على السقاية والرفادة في أعمال الحج. فلما دخل به مكة كان لا يعرف أهل مكة، جاء راكبا الفرس خلف المطلب، فلما دخل قالوا عليه المطلب وعبد المطلب. فشيبة الحمد اللي هو جد النبي اسمه ايه؟ سموه عبد المطلب، لكن اسمه الحقيقي شيبة الحمد، ونسب اليه النبي، كان مشهور انت ابن عبد المطلب، ما يقولوش ابن عبد الله، لان عبد الله والد النبي عاش ومات صغير في السن فلم يشتهر بعد، انما المطلب عاش لحد ما بقى عنده 140 سنة عبد المطلب، فبقى مشهور في جزيرة العرب. فكان النبي ينسب الى جده اكثر ما ينسب الى ابيه، لما يجي يقابله حد من العرب يقول له انت ابن عبد المطلب، والنبي لم يغير هذا الاسم وغير اسماء كثيرة، دل على والمطلب ليس من اسماء الله، فدل على ان عبد النبي صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر باسمه ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، هكذا يقول. فالمطلب ولا النبي ايهما افضل؟ يبقى عبد النبي من باب اولى افضل، وعبد هنا بمعنى خادم وليس بالمعنى الحقيقي، يبقى عبد النبي بمعنى خادم النبي، وعبد الرسول بمعنى خادم الرسول، فيبقى اسم معناه صحيح. حتى تعلم جهل الوهابية حتى باللغة وبالسيرة، جهل بالسيرة النبوية وجهل أيضا باللغة، فلم يدركوا هذه المعاني، لدرجة ان من يريد انه يتعاقد في السعودية واسمه عبد النبي لابد ان يغير اسمه الاول، يسمي نفسه عبد رب النبي، وإلا ما يتعاقدوش معاه. تصور الى هذا الجهل المدقع عندهم، وهذا جهل باللغة وجهل بالسيرة النبوية الشريفة. باب استحباب تغيير الاسم القبيح الى حسن، وتغيير اسم برة الى زينب وجويرية ونحوهما. وعن ابي قال حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال انت جميلة. عاصية دي كانت بنت سيدنا عمر، قال لا انت جميلة. قال احمد ما كان اخبرني عن، وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وعن ابي قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة، اللي هي برة بنت أبي سلمة، فسماها النبي جويرية. قالت كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة، يعني كأنه خرج من البر يعني، ما يصحش، فسماها جويرية. دي أمهات من أمهات المؤمنين. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس، وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار
وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة وعن أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة قال كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قال ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب اللي هي زوجة النبي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم نهي تنزيه وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بما نسميها قال سموها زينب وزينب اسم نبات طيب الرائحة باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك زي بالفارسي يقول لك الشاهن شاه بالفارسي اللي هو ملك الملوك هذه من الأسماء القبيحة بل من أقبح الأسماء والنهي فيها للتحريم فلا يجوز أن الإنسان يسمي نفسه ملك الملوك لأن الله هو ملك الملوك ولا يجوز أن يسمي ابنه الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فدي أسماء لا تليق أو يسمي ابنه المهيمن أو الجبار أو القهار إيه ده قول عبد القهار قول عبد المهيمن فهمت لكن ما تقولش بقى المهيمن وهكذا وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد قال الأشعثي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخنع اسم عند الله أخنع يعني أوضع وأحقر وأكره إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل قال الأشعثي قال سفيان مثل شاهان شاه وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع أبو عمرو هذا الذي سأله الإمام أحمد بن حنبل اللي هو أبو إسحاق بن مرار اللغوي وليس أبو عمرو الشيباني التابعي لأن أبو عمرو الشيباني التابعي ده مات قبل ولادة أحمد بن حنبل أصلا يبقى إيه أبو عمرو اللي سأله أحمد بن حنبل عن معنى أخنع ده كان لغوي واسمه إسحاق بن مرار وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى ونقف على باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ملك الموت، هل يجوز أن نسمي إنسانا بملك الموت؟ لا طبعا. الإمام مالك كرهها حتى أن واحد يسمي ابنه جبريل عند الإمام مالك، ملكية عندهم كده. نص الإمام مالك على عدم جواز تسمية بأسماء الملائكة كجبريل وإسرافيل وعزرائيل وملك الموت، فدي أسماء مكروهة. لكن الشافعية أجازوا التسمية بأسماء الأنبياء وكذا بأسماء الملائكة، لأن الملائكة رسل كسائر الرسل، فممكن تسمي جبريل على مذهب الإيه؟ الشافعية، لكن على مذهب المالكية اسم مكروه، والله تعالى أعلى وأعلم. عايز تسمي اسم ابنك ملك الموت؟ حاجة غريبة يعني، حتى يبقى داخل عليك كده ملك الموت وخارج من عندك ملك، طول النهار قاعد شغال مع ملك الموت، يعني حاجة غريبة يعني. يعني الواحد برضو يختار حاجة حلوة كده يفرح بيها.